السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في تجربة قيادة جديدة من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود ومن تحت شمس سماء القاهرة الحارقة. النهاردة احنا هنتكلم عن مازدا 3 2021، الجيل الجديد تحديدا من مازدا 3 2021. هنتعرف على كل التفاصيل المتعلقة بالعربية، وطبعا نظرا ان احنا ما عملناش ريفيو مفصل للعربية، فالنهاردة هيبقى ريفيو مفصل في جزء، والجزء الثاني هنتكلم فيه عن تجربة القيادة واداء العربية على الطريق الشهيرة بين قوسين بالبطة البلدي. هنعرف بقى النهاردة هل هي فعلا بطة بلدي ولا العربية حقيقية فعلا وعربية متميزة في ادائها. ده اللي احنا هنحاول نتعرف عليه. زي ما قلت لكم فاصل صغير ونرجع نكمل. مازدا 3 الجديدة كليا بتطرح في السوق المصري من خلال وكيل علامة مازدا اليابانية غبور اوتو بثلاث فئات: سيدان وفئة وحيدة هاتشباك. الفئة الأولى سيدان بسعر 425,000، الفئة الثانية سيدان اللي معانا النهاردة ونتعرف عليها بشكل تفصيلي بسعر 480,000 جنيه، أما الفئة الثالثة فبتنزل بسعر 520,000 جنيه. وعندنا طبعا الفئة الثانية دي في منها النسخة الهاتشباك زي ما قلت لكم، وبيتزيد حوالي 3,000 جنيه عن سعرها، يعني معانا الفئة الهاتشباك ب 483,000 جنيه. أنا بقى النهاردة هحط نفسي مكانك، مش هسألك أنت السؤال، أنا هسأل نفسي أنا السؤال ده. هل لو أنا بفكر في عربية سيدان في رينج سعر من 400 ل 500 ألف جنيه أو 400-450 في الحدود دي، هل هفكر في مازدا 3؟ وإيه اللي هيمنعني إن أنا أفكر في مازدا 3؟ ده بقى اللي احنا هنحاول نجاوب عليه النهاردة بشكل عملي. هنتكلم طبعا زي ما قلت لكم على كل التفاصيل المتعلقة بالعربية والتجهيزات الخارجية والداخلية، وهنتكلم كمان النهاردة على أداء العربية على الطريق، لأنه طبعا كان أحد الانتقادات اللي وجهت إلى العربية، بالإضافة طبعا إلى جانب التسعير أو انتقاد التسعير. نبتدي بقى بمقدمة العربية زي ما تعودنا دايما، ونتكلم على أهم التفاصيل في مقدمة الفئة الثانية من مازدا 3. جايزة أكتر تصميم عدائي وأجريسيف ورياضي ممكن نديه لمازدا 3 بلا منازع. الحقيقة تصميم عدائي جدا ومختلف ومميز عن بقية العربيات في فئاتها اللي بتنافس فيها، سواء فئات السيدان او في الهاتشباك. العربية طبعا من قدام زي ما احنا شايفين مش محتاجة اتكلم كتير عن التصميم، هنلاحظ ان الفوانيس داخلة لجوه، الكبوت طالع لبره شوية مع بروزات موجودة حوالين الشبكة الامامية من الكروم، بتدي منظر للعربية ان هي هجومي بشكل او طابع هجومي بشكل كبير جدا. هنلاحظ كمان حجم الشبكة الامامية اللي كبير وجاي تقريبا واخد الارتفاع بتاع مقدمة العربية كلها، باستثناء بقى الجزء الصغير اللي بيجي من هنا من التهوية وبعديه على طول الديفيوزر الامامي. نلاحظ كمان تطعيمات الكروم برغم ان هي قليلة في العربية شوية من قدام، الا انها برضو يعني جاية في الصميم زي ما بنقول. نلاحظ تطعيمات الكروم الموجودة اسفل الفانوس الامامي، وبعد كده بتكمل على اسفل الشبكة واسفل الفانوس الامامي الناحية التانية، طبعا مش واخدة الجزء اللي فوق ده خالص. الشبكة الامامية بتيجي من بلاستيك الاسود اللامع، ونلاحظ كمان وجود سنسور اماميه موجوده هنا بتبدا من الفئه الثانيه معانا، الفئه الثانيه والثالثه، اما الفئه الاولى فبيكون فيها سنسور خلفيه فقط. منظومه الاضاءه الاماميه بتيجي LED بدايه من الفئه الثانيه والثالثه، اما في الفئه الاولى فبتكون زينون، وطبعا في اضاءه نهاريه اكيد، بالاضافه كمان لحساسات الاضاءه وحساسات المطر الموجوده بدايه من الفئه الاولى، ما فيش فيها اي اختلاف، بالاضافه كمان للجزء الخاص بالتصفيح اسفل المحرك. ده كده سريعا ما يتعلق بمقدمه العربيه. مش هنتكلم بقى على المحرك، هنتكلم عن المحرك واحنا بنتحرك، وهنتكلم بقى اكتر عنه واحنا بنتمشى العربية شوية، لكن خلونا ندخل على التصميم فيما يتعلق بجنب العربية. تصميم العربية برضو من الجنب ملفت جدا للنظر، هنلاحظ السحبة الغريبة. على فكرة بالمناسبة موضوع تصميم العربية ده وراه قصة كبيرة، يعني مازدا بتقول انه تصميم مازدا 3 تحديدا مستوحى من فتحة سيف الساموراي، يعني اللحظة اللي بيفتح فيها محارب الساموراي السيف بتاعه من الجراب، هي دي اللحظة اللي استلهمت منها تصميمات مازدا 3. يعني عارف ان الجو ده جو كرتون شوية، بس يعني هو ده اللي حاصل، ده اللي مازدا قالته وفقا للموقع الرسمي بتاعها فيما يتعلق بتصميم
تصميم العربية، ولذلك هو فعلا تصميم مميز ومختلف وصعب جدا ان عينك تقع عليه وما تعجبش بيه. مبدئيا من الجنب عندنا جنطة 18 انش بداية من الفئة الثانية والثالثة والفئة الهاتشباك، اما في الفئة الاولى فبيكون الجنط 16 انش بنفس الشكل اللي احنا شايفينه، ما بيختلفش ما بين الفئات وبعضها. عندنا كمان المرايات القابلة للضم كهربائيا بداية من الفئة الاولى لحد الفئة الاخيرة، حتى في الفئة الهاتشباك ما فيش فيها اي اختلاف، بتقفل وتفتح مع فتح وقفل العربية بالشكل ده، بالاضافة طبعا للمرايات الجانبية اللي موجودة فيها. طبعا عندنا الفئة الثالثة بيكون فيها منظومة رؤية 360 درجة، فأكيد المرايات الجانبية هيكون فيها كاميرات طبعا جانبية بالإضافة للكاميرا الخلفية والأمامية، لكن هنا في الفئة الثانية ما عنديش طبعا منظومة رؤية خلفية أو منظومة رؤية 360، عندنا كاميرا خلفية فقط. معلش الحر بيسيح دماغي. طيب عندنا ازاز خلفي بيجي فميت طبعا موجود بدايه من الفئه الاولى، ما فيش فيه اي اختلاف. طول العربيه الاجمالي 4 متر 66 سنتي. عندنا كمان طول قاعده العجلات 2 متر 72 سنتي. طول قاعده العجلات مش كبيره قوي ومش صغيره برضو، لكن يعني تعتبر الى حد ما مناسبه. لكن اللي يمكن عليه قلق شويه هو الخلوص الارضي للعربيه اللي بيبقى 14 سنتي، ارتفاع يعني الى حد ما مثير للجدل. ما نقدرش نقول ان هو مناسب قوي، على حسب طبعا المنطقه اللي انت هتمشي فيها او الشارع اللي انت هتمشي فيه، لكن لحد النهارده ولحد تجربه القياده اللي لسه مكملين فيها، العربيه الحمد لله ما تعرضتش لاي موقف متعلق باحتكاك العربيه على الطريق، ولكن 14 سم عن الارض ارتفاع مش عالي. طيب عندنا كيلس انتري او منظومه دخول العربيه دون استخدام المفتاح، زي ما احنا شايفين كده بمجرد ما بحط ايدي هنا العربيه بتشتغل او بتفتح. خلينا نلف كده بالشكل ده، كده بتفتح وبالشكل ده بتقفل. طبعا ده موجود في الفئة الاولى لحد الفئة التالتة ما فيش فيه اي اختلاف. عندنا كمان فريم موجود فوق الازاز الجانبي اللي موجود بتاع العربية، بيجي من الكروم ومن تحت بيجي من الرابر الاسود. طبعا في عتب كمان موجود هنا لحماية العربية من تحت، لانه طبعا زي ما قلت لكم ارتفاع 14 سنتي فيعتبر الى حد ما قليل، لكن في عتب من البلاستيك المط موجود هنا علشان حماية الابواب من تحت. عندنا كمان ميزة لطيفة جدا في الابواب، وهي او العزل بتاع العربية بشكل عام، انه العزل اللي بيجي من طبقتين بالاضافه كمان للطبقه الكاوتش الداخليه اللي موجوده جوه الباب، وخارجيا بيبقى في عندي طبقتين كمان من الفوم كده شكلها شيك جدا. وطبعا مش هنهتم بالشكل اكيد على قد ما هنهتم بعزل العربيه اللي هنتعرف عليه ان شاء الله في التجربه المفصله، تجربه القياده طبعا. تعال بقى نتنقل لظهر العربيه ونتعرف على اخبار الاوبشنز الموجوده فيه واخبار مساحه الشنطه ايه. لسه التصميم المستوحى من سحبة سيف محارب الساموراي مستمر معانا هنا في ظهر العربية. الصراحة من أكتر الحاجات اللي عجباني في مازدا 3 هو التصميم. التصميم مصروف عليه ومتعوب عليه جدا جدا الحقيقة، سواء في مقدمة أو في جنب أو في ظهر العربية أو حتى في الطابلوه الأمامي ومقصورة الخاصة بالركاب، برضو فيها إبداع في التصميم، ولكن مع بعض العيوب البسيطة اللي هنتكلم عنها، ومنها كمان حاجات في الظهر هنا هنقول عليها دلوقتي. مبدئيا منظومة الإضاءة الخلفية مكونة من فانوسين، الفانوس حجمه كبير مقسوم لنصين، نص موجود على الرفرف الجانبي الخلفي والنص الثاني موجود على باب الشنطة. منظومة الإضاءة جوه الفانوس الخلفي بتيجي LED بالكامل، سواء في الفئة الأولى لحد الفئة الثالثة وفئة الهاتشباك كمان مفيش فيه أي اختلاف. تلاحظ وجود عواكس إضاءة موجودة هنا مثبتة على الديفيوزر الخلفي اليمين والشمال، على الناحية اليمين والناحية الشمال. لاحظ كمان إن عندنا فتحتين شكمان حقيقيين بيدوا منظر أجريسيف للعربية ورياضي، وفي نفس الوقت كمان بتسمع صوتهم وأنت راكب جوه بشكل شيك وبيديك إحساس بالاداء الرياضي للعربيه. هنتكلم طبعا عن الاداء، انا عارف الناس هتتريق عليا دلوقتي، بس يعني ايه خلوا نقطه الاداء للعربيه لما نيجي نتكلم بقى واحنا بندردش. عندنا سنسور ركن خلفيه موجوده على طول الاكسدام الامامي او الخلفي عفوا، وطبعا السنسور الخلفيه دي موجوده بدايه من الفئه الاولى ما فيش فيها اي اختلاف. لو طلعنا لفوق شويه على باب الشنطه هنلاحظ علامه مازدا الكبيره هنا، واحد الانتقادات اللي انا شايفها الصراحه كانت هتبقى مهمه جدا في التصميم بعد التعب ده كله، ليه ما حطيناش الكاميرا الخلفيه هنا وبتظهر مع فتح العلامه لما بتيجي ترجع لورا بتفتح مع العلامه او بتقلب، يعني لما كان مثلا بنشوفها في مرسيدس او بنشوفها في فولكس فاجن باسات مثلا، حركه كانت لطيفه جدا، لكن للاسف ده مش موجود هنا في العلامه. الكاميرا الخلفيه موجوده تحت في الجزء ده، وللاسف برضو ما بتديش الرؤيه الواضحه اللي بشكل كامل، مع ان هي بتيجي وايد انجل يعني بتيجي زاويه واسعه، الا ان تحس ان هي منخفضه شويه فما بتديش الابعاد الحقيقيه وكل الاوبجكت الموجوده وراك. عندنا هنا العلامه اللي موجوده في تحت منها زرار من خلاله بقدر افتح باب الشنطه، بس مفيش حاجه تانية اكتر من كده. مبدئيا الشنطه بتفتح ب
طريقتين، الطريقه الاولانيه الزرار اللي انتم شفتوه دلوقتي، والطريقه الثانيه من خلال زرار موجود هنا في الريموت كنترول الخاص بالعربيه، واللي بالمناسبه بيجي شيك جدا ومناسب لتصميم العربيه بشكل عام. مساحه الشنطه هنا في النسخه السيدان بدايه من الفئه الاولى لحد الفئه الاخيره بتيجي بسعه 454 لتر مستغله بشكل كامل، ما فيش فيها اي هدر او بروزات او اي حاجه، باستثناء طبعا العيب الوحيد واللي موجود في معظم عربيات السيدان، وهو شفه التحميل المرتفعه جدا. عندنا شفه التحميل يعني تقريبا اعلى من شبر كمان بشويه. في دور تاني موجود للشنطه، موجود فيه الاستبن والعده الخاصه بيه. طبعا الاستبن بيجي بجنط احتياطي مع نفس المقاس بتاع الجنط بتاع العربيه، لكن جنط احتياطي. في برضو من ضمن الحاجات اللطيفه الموجوده هنا، هو عندي شدادتين هنا او مقبضين من خلالهم بقدر اشدهم كده لبره علشان افتح الكنبه الخلفيه 40-60، فتزود مساحه الشنطه طبعا بالعمق مش بالعرض طبعا ولا بالطول، بتزود معاك بعمق الشنطه لجوه. ده كده ما يتعلق بالجزء الخلفي من مازدا 3. تعالوا بقى نركب في الكنبه الخلفيه ونتعرف عليها بشيء من التفصيل، يلا بينا. وصلنا للكنبه الخلفيه في مازدا 3 وتحديدا في الفئه الثانيه، وطبعا لانه الجو بره صعب جدا فيعني انا كنت منتظر اللحظه دي بفارغ الصبر الحقيقه. ومبدئيا بمناسبه الجو بقى، فاحنا عندنا فتحتين تكييف خلفيتين موجودتين هنا بدايه من الفئه الاولى، مفيش فيها اي اختلاف ودي حاجه مميزه، ولكن يعيبها شيء بسيط وهو التصميم. تصميم فتحات التكييف الخلفيه مش على مستوى تصميم ولا الكونسول الامامي في العربيه ولا حتى تصميم العربيه من الخارج بشكل عام. تصميم العربيه بشكل عام اشيك بكتير من فتحات التكييف الخلفيه الموجوده هنا. تاني حاجه عندنا مميزه في ظهر العربيه هنا او في الكنبه الخلفيه، هو مسند الايد الخلفي والموجود من الفئه الاولى برضو مع 2 كابوردر، لكن برضو ناقصه حاجه صغيره وهي ان ما عنديش مكان اشد منه علشان افتح الجزء الخاص بمسند الايد. زي ما قلت لكم احنا بنتكلم في الشنطه، الكنبه الخلفيه قابله للطي 40-60 عشان تزود عمق الشنطه، وده طبعا واضح عندنا هنا لما بنيجي نتني الكنبه الخلفيه هنا، لكن طبعا المقابض بتاعتها من الشنطه طبعا عشان الكرسي ده راجع لورا شويه فمش مديني المساحه الكافيه ان انا انزل الكرسي، ولكن بتفتح 40-60 عشان تزود عمق الشنطه زي ما اتفقنا. عندنا اماكن لتثبيت مقاعد الاطفال او الايزوفيكس الموجوده هنا مع احزمه امان خلفيه طبعا بالتاكيد، وعندنا كمان الجزء الخاص بالقعده مريح جدا على الكنبه هنا سواء الجزء اليمين او الجزء الشمال، اما الجزء اللي في النص فللاسف نفق الفتيس مرتفع فمش هيسمح لشخص بطولي ان هو يقعد قعده مريحه، بالاضافه كمان لانه السقف بيبقى منخفض شويه فما عنديش مساحه للراس من فوق او الهيدروم، هيبقى صعب جدا للقعاد في المنتصف لو شخص بطولي، ولكن القعده على الكنبه بشكل عام مريحه. المساحات مستغله بشكل كامل مع انه يعني طول قاعده العجلات زي ما قلت لكم تعتبر متوسطه، ما هياش كبيره قوي وما هياش صغيره، الا انه برده المساحات موجوده هنا مساحات معقوله جدا. عندي مثلا 3 صوابع للركبه بالاضافه لوجود تجويف في ظهر الكراسي الاماميه فبيديني مساحه اكبر كمان للركبه. ارتفاع الكرسي عن الارض كمان مناسب جدا، مع العلم ان كرسي السائق قابل لضبط الارتفاع بتاعه كهربائيا بدايه من الفئه الثانيه، اما في الفئه الاولى فبيكون كرسي السائق وكرسي الراكب الامامي الضبط بتاعه بيكون يدوي بالكامل. طبعا انا ظابط كرسي القياده او كرسي السائق على وضعيه القياده الطبيعيه بتاعتي، ومع ذلك زي ما قلت لكم عندي مساحات كويسه جدا. بالنسبه للماتيريال المستخدم في الابواب الخلفيه فهي ميكس ما بين السوفت ماتيريال وما بين الجلد، وعندي تطعيمات بلاستيك بسيطة جدا موجودة في مساحات التخزين الخلفية أو مساحات التخزين السفلية اللي موجودة في الأبواب الخلفية هنا، لكن الجزء ده بيجي من الجلد، الجزء ده كمان بيجي من الجلد بس بيبقى أطرى شوية. عندنا كمان تريم كروم موجود هنا وبيكمل معايا عند مقبض الباب الداخلي اللي بيجي سليم وشكله شيك جدا، وبعد كده هننزل تحت في بطن الباب هيجي برده من الجلد، مسند الكوع كمان من الجلد، ومقبض الباب اللي هي بتاع الإيد من هنا برده بيجي من الجلد مع تطعيمات من البيانو بلاك الموجودة حوالين وحدات التحكم في الإزاز الخلفي، لكن زي ما قلت لكم الجزء الوحيد اللي بيجي من بلاستيك في الباب الخلفي بيبقى موجود هنا للتخزين، مساحات التخزين. الازاز نفسه طبعا زي ما اتفقنا واحنا بنتكلم بره ان هو بيجي فميه وبيجي كمان بينزل وبيطلع بشكل اوتوماتيكي من دوسه واحده، دوسه واحده بنزل ودوسه واحده كمان بيطلع، وكذلك الازاز الامامي. ده كده سريعا ما يتعلق بالكنبه الخلفيه. الفرش بالمناسبه طبعا بيجي من الجلد في الفئات كلها ما فيش فيه اي اختلاف. ده كده سريعا ما يتعلق بالكنبه الخلفيه. تعالوا بقى نطلع نتكلم على الكونسول الامامي وتجهيزات التكنولوجيا الموجوده في العربيه من قدام، بس اكيد مش هنتكلم على عمر السماء والامان، هنتكلم على عمر السماء واحنا ماشيين، يلا بينا. وصلنا للكونسول الامامي في مازدا 3 وتحديدا هنا في الفئه الثانيه. طبعا احنا في العاده بنبتدي بعوامل السلامه والامان، ولكن هناجل الكلام عن عوامل السلامه والامان واحنا بنتكلم عن منظومه الحركه والسسبنشن سيستم او نظام التعليق في العربيه، وهنتكلم كمان على الاداء بتاع العربيه بالاضافه لعوامل السلامه والامان زي ما اتفقنا. ولكن دلوقتي هنتكلم على حاجتين، اولا التصميم والماتيريال المستخدم في الجزء الامامي من مقصوره الركاب او الطابلوه الامامي تحديدا، وهنتكلم كمان على التكنولوجيا المستخدمه فيه. ويمكن ابرز حاجه او ابرز
يعني نقطة متعلقة بالتكنولوجيا ملفتة للنظر هنا في العربية هو تصميم الشاشة الأمامية اللي بتيجي 8 إنش لكن مش تاتش سكرين، لكن بتدعم الاتصال بالهاتف الذكي عن طريق الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو. دي حاجة لطيفة جدا، لكن زي ما أنتم شايفين كده ما بتجيش تاتش سكرين. طيب ممكن التحكم فيها من خلال الكنترولر الموجود هنا. عندنا كنترولر بيبقى عبارة عن أزرار مع بكرة، وفي نفس الوقت البكرة دي بتشتغل جويستيك أو بتروح لأربع اتجاهات، فيعني التحكم فيها سهل وبسيط لكن محتاج تتعود عليه شوية علشان يبقى سلس بالنسبة لك. والاستجابة أصلا بتاعة الجهاز أو الانفوتيمنت سيستم الموجود في العربية استجابة سريعة وسهلة، ما فيش فيها أي مشكلة زي ما أنتم شايفين كده، ممكن تستجيب بشكل سريع. من خلال الشاشة دي برضو أقدر أتحكم في مجموعة كبيرة من الوظائف بتاعة العربية المتعلقة بالإضاءة بتاعتها سواء داخليا أو الإضاءة الخارجية أو حتى طبعا المتعلقة بأداء العربية بشكل عام. طيب ما عنديش أمبيانت لايت عشان الناس ما تتلخبطش، الإضاءة الداخلية اللي أقصد بيها الإضاءة الموجودة هنا والإضاءة كمان الخلفية اللي بتفتح وتقفل مع الباب والكلام ده كله. فطبعا كل حاجة ممكن أتحكم فيها من خلال الكنترولر عند الشاشة الوسطية اللي موجودة هنا. طيب التابلو نفسه تصميمه كبير، حجمه كبير مش صغير، والتصميم بتاعه عبارة عن ثلاث طبقات. الطبقة الأولانية بتيجي هنا من السوفت ماتيريال وبتمر ورا الشاشة اللي هي تحس إن هي طايرة أو معلقة بشكل ما على التابلو. الجزء الثاني أو الطبقة الثانية موجودة هنا أمام الشبكة وبتبقى من أمام الشاشة عفوا، وبتبقى طبعا من الجلد بالكامل مفيش فيها أي اختلاف. عندنا كمان لو نزلنا لتحت شوية هنلاحظ إن الجزء ده أو الطبقة الثالثة بتيجي من البلاستيك، وطبعا مثبت جواها فتحات التكييف الأمامية بالإضافة كمان للتكييف نفسه. التكييف نفسه بيجي عبارة عن أزرار مع بكر، وبيجي الدول زون أو منطقتين منفصلتين في التحكم فيهم بالإضافة كمان لأن هو بيجي أوتوماتيك. أوتوماتيك بداية من الفئة الأولى، لكن الدول زون بيبقى من الفئة الثانية هنا في العربية. طيب عندي زرار الستارت ستوب انجن بداية من الفئة الأولى طبعا مع منظومة دخول العربية بدون استخدام المفتاح أو الكيلس انتري، بالإضافة كمان لفتحة سي دي مع فتحة يو اس بي تايب اي، ولكن للأسف مش متغطيين بشكل كامل، فطبعا يعني شكلهم مش متناسق مع شكل أو تصميم التابلو من قدام. لو نزلنا لتحت شوية هنلاحظ مساحة تخزين صغيرة موجودة هنا بالإضافة للكاب هولدر اللي ممكن تفتحها أو تستغلها لو أنت عايز تستغلها بشكل سوفت أو سهل، ولو قفلتها خلاص بتتحول لمنطقة من البيانو بلاك بالكامل حوالين عصاية نقل الحركة ومنطقة الكنترولر بتاع الشاشة. المنطقة دي كلها بتاعت الكونسول الوسطي بتيجي من البيانو بلاك، لكن الجنبين بتوعه بيجوا من الجلد. الجلد مستخدم بكثافة في المقصورة بشكل عام في العربية هنا، ودي حاجة مميزة بداية من الفئة الأولى بالمناسبة، مفيش فيها أي اختلاف في النقطة دي. عندي كمان أزرار أو بكرة صغيرة موجودة هنا عشان أظبط من خلالها كتاليلي. اوكي طيب ده كده الساوند سيستم بتاع العربيه، طبعا مش هنجربه دلوقتي اكيد، ولكن عندي يعني زرار او بكره موجوده صغيره هنا ممكن اتحكم فيها من خلالها في الصوت بتاع العربيه واعمله ميوت كمان. طيب على الشمال الكنترولر موجود عندي فرامل الايد الكهربائيه اللي بتبدا من الفئه الاولى موجوده ما فيش فيها مشكله، والاوتو هولد برده موجود من الفئه الاولى ما فيش اختلاف، طبعا عندي اتصال اهوت. طيب احنا قلنا من غير تاتش سكرين فطبعا ممكن بالشكل ده نقفل كده. طيب عندي كمان شيفتر او يعني عجله كده صغيره موجوده من خلالها بقدر انقل المود بتاع القياده. عندي مود قياده رياضي بالاضافه للمود العادي اللي عليه العربيه. عصايه نقل الحركه نفسها كمان ممكن انقلها احولها للمود الرياضي اللي هو بيبقى عباره عن الات انا بتحكم فيها بنفسي. ممكن كمان اتحكم في الالات دي من خلال الشيفت بادل الموجوده هنا، وطبعا حجمها الى حد ما صغير ولكن يعني كان نفسي تبقى اكبر شويه، ولكن فيها ميزه ان هي مثبته على عجله القياده نفسها مش مثبته ورا عجله القياده، هي مثبته على العجله نفسها فبالتالي بتتحرك معاك وسهل الوصول ليها وانت ماشي بشكل سهل. طيب شاشة العدادات بتيجي ديجيتال بالكامل بداية من الفئة الأولى ما فيش فيها أي اختلاف، وعندي طبعا الدراع الخاص بالإضاءة والدراع الخاص بالإضاءة على الشمال والدراع الخاص بالمساحات على اليمين. من ضمن الحاجات الغريبة في موضوع الإضاءة إن العربية هنا الإضاءة بتاعتها ما بتطفيش، عندنا إضاءة نهارية شغالة طول النهار وطبعا بالليل كمان ما بتطفيش نهائي، وما فيش أصلا تحكم تحس إن يعني هي الإضاءة طبعا أوتوماتيكية في حساسات إضاءة وحساسات مطر، ولكن تحس إن أنت مش متحكم بشكل كامل في الإضاءة. العربية تقريبا 24 ساعة طول ما أنت مدور العربية الإضاءة بتاعتها شغالة. طيب على شمالك في مجموعة من الأزرار، في عندنا المجموعة الأولى مكونة من زرار لقفل وفتح السنسورز، والزرار الثاني موجود للتراكشن كنترول أو التحكم في قفل وفتح التراكشن كنترول. المجموعة الثانية من الأزرار عبارة عن وضعيات لكرسي السائق،
عندي وضعيتين لكرسي السائق ممكن احفظهم هنا من خلال ازرار موجوده هنا. كرسي السائق هنا في الفئه الثانيه قابل لضبط لاكثر من 10 اتجاهات بيبقى كهربائيا بشكل كامل، اما كرسي راكب الامامي فبيكون بشكل يدوي، بالاضافه كمان لدعم البطانيه موجود هنا في كرسي السائق. طيب لو نزلنا كمان بقى على كرسي او عفوا باب بتاع السائق موجود هنا، وباب الراكب الامامي كمان طبعا كله برده من الجلد، ما فيش فيه اي تطعيمات من البلاستيك باستثناء الجزء الخاص بوحده التخزين اللي طبعا بيجي حجمها اكبر في الابواب الاماميه من الابواب الخلفيه. تعالوا بقى نرجع على مسند الايد الخلفي او مسند الايد الامامي اللي موجود هنا، واللي هو طبعا قابل للاطاله بشكل لطيف. ليه قابل للاطاله؟ لانه ممكن من خلال الاطاله او ان انا ارجعه لورا هنا بيكشف لي جزء صغير هنا، الجزء الصغير اللي بيكشفه ده فيه فتحه 12 فولت وفتحه يو اس بي وفتحه مايكرو اس دي. المايكرو اس دي ده مخصص للنافيجيشن سيستم الموجود في العربيه، العربيه فيها نافيجيشن سيستم انترنال جوه العربيه، بعمل له ابديت من خلال استخراج كارت الميموري اللي موجود هنا وبوصله بالكمبيوتر من خلال ابلكيشن معين، بعمل له ابديت فبينزل لي احدث الخرائط المتعلقه بجمهوريه مصر العربيه. لكن لو انا مش عايز اغطي الجزء ده خلاص انا بروح ساحب مسند الايد بالشكل ده. ممكن كمان افتح مسند الايد بشكل كامل فبيديني مساحه تخزين سفلى موجوده تحت منه موجوده هنا بشكل لطيف، وكمان فيها ممكن احط فيها التليفون بتاعي وفيها وصله يو اس بي تايب اي زي ما قلت لكم مع فتحه ال 12 فولت، واغطيها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، فخلاص انا كده المنطقه دي بتبقى بالنسبه لي شكلها نظيف ومرتب. عجله القياده قابله للتحرك في 4 اتجاهات، فوق وتحت وقدام وورا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن كمان اظبط شاشه العدادات او سطوع شاشه العدادات اللي موجوده هنا من خلال ازرار على يميني وشمالي هنا، وبالاضافه كمان للزرار موجود هنا تريب، او ممكن من خلاله احسب معدل مشي العربيه او مشيت كام كيلو في الرحله الواحده. عندي هيد اب ديسبلاي موجوده بدايه من الفئه الاولى مفيش فيها اي اختلاف، طبعا شكلها مميز ومختلف في تصميم العربيه. المرايه الخلفيه هنا بتيجي اوتو دامينج. عندي كمان وحده كونسول علوي موجوده هنا فيها مجموعه من الازرار للتحكم في الاضاءه والتحكم في الجزء الخاص بفتحه السقف، لكن للاسف فتحه السقف فيها عيب صغير، وهو انه الكفر بتاعها بيبقى مانوال او بيتحرك يدويا مش بيتحرك كهربائيا مع فتح وقفل فتحه السقف نفسها، بالاضافه كمان لمكان موجود هنا فيه للنظارات بالشكل اللي احنا شايفينه ده او جراب للنظاره. ده كده سريعا الجزء المتعلق بالتابلو والكونسول الامامي في مازدا 3. تعالوا بقى نبدا نتحرك ونتكلم بشيء من التفصيل على اداء العربيه، واكلمكم على تجربتنا ليها خلال الكام يوم اللي فاتوا، اخبار معدل استهلاك البنزين ايه، واخبار اداء المحرك وسسبنشن سيستم، وطبعا نتعرف على كل ما يتعلق بالعربيه على الطريق. يلا بينا نتحرك ونشوف اخبار العربيه ايه. بدانا نتحرك بالعربيه زي ما وعدتكم، واحنا بنتحرك كده هنتكلم على مجموعه نقط، منها موضوع واهمها هو منظومه الحركه في العربيه والمكونه من محرك سكاي اكتيف جي 1.5 او 1500 سي سي، متوصل على نقل الحركه اوتوماتيكي من 6 سرعات، اوتوماتيكي تقليدي عادي مش دي سي تي ولا دول كلتش ولا سي في تي ولا اي حاجه خالص. في تعديلات حصلت مبدئيا عندنا المحرك ده اول مره ينزل في مازدا 3 واول مره ينزل عندنا في السوق المصري. اما بالنسبه لنقل الحركه فاحنا عارفينه قبل كده مع تعديل بسيط حصل في الجيل الحالي، وهو متعلق بتبريد نقل الحركه. الاجيال اللي فاتت كان في شكاوى من انه نقل الحركه بيبقى فيه سخونه جامده لما بيبقى فيه ضغط على العربيه على سرعات عاليه واكتر من مره بتعمل تجربه تصارع، فبيبقى فيه سخونه في نقل الحركه. تم تعديل موضوع التبريد بتاع نقل الحركه في الجيل الحالي، وبالتالي ما عادش في عندنا الشكوى اللي موجوده دي. وانا بكلمكم هنا عن تجربه للعربيه وفحت بقى لنا اكتر من يوم، ومع ذلك الحمد لله العربيه ما فيش فيها اي مشكله ظهرت ميكانيكيا. الارقام الرسميه المتعلقه باداء العربيه، عندنا قوه حصانيه بتوصل ل 110 حصان، وعندنا عزم بيوصل ل 146 نيوتن متر عند 3500 لفه او 3800 لفه حاجه زي كده. طبعا الارقام الرسميه دي عليها انتقاد شديد جدا، لان احنا كمان بنتكلم على العربيه وزنها حوالي طن 848 كيلو جرام، فالعربية وزنها تقيل اتقل يعني، برغم ان هي سيدان الا انها اتقل من عربيات اس يو في موجودة عندنا في السوق المصري. فده بيترجم لاداء الى حد ما انا عايز اقول عليه بقى لفظ، يعني خلينا نقول لفظ لطيف ومتناسق ومتناسب مع اداء العربية، احنا بنتكلم على اداء رزين. وفي فرق بين الاداء الرزين للعربية او الـ العائل، وبين الاداء انه العربية فيها موتور مش قادر يشيلها او مش قادر يتعامل معاها. هنا هقول لك موتور مش قادر يحرك العربية، فهقدر اقول لك ماشي انا اتفق معاك بقى تسميها بطة بلدي، تسميها كنبة، تسميها زي ما تسميها.
لكن اللي حصل هنا في مازدا 3 مش كده خالص. اللي حصل هنا ان العربيه ادائها رزين جدا. العربيه اولا بتتفاعل مع اسلوب قيادتك بمجرد ما تبقى تاخد عليك بشكل او باخر في القياده، بتبدا تتفاعل مع اداء رياضي، بتبقى عارفه ان انت عايز اداء رياضي فبتديك اداء رياضي، ولكن مطلوب منك ان انت بكل بساطه تحاول نقل الحركه على نقل حركه مانوال، تتعامل مع الشيفت بادل الموجوده ورا مقبض او ورا عجله القياده، او تنقل نقل الحركه للشمال كده، فبيديك الاداء الرياضي المطلوب اللي انت عايزه، بالاضافه كمان لمود القياده الرياضي اللي موجود هنا، واللي بيديك حرق على النقله بزياده علشان يديك افضل اداء رياضي. العربيه فيها اداء رياضي، وان كان طلعت العربيه بتكون بطيئه شويه، ولكن هي مش طالعه تضايق حد، وبالذات اللي مش هيتضايق من الموضوع ده الشخص اللي بيدور على عربية أدائها عائلي، عربية موفرة في البنزين، عربية كمان مش للأداء الرياضي والتسارع، وعربية مش مصنفة على أنها عربية رياضية بالمرة، فبالتالي ده هيريحك، وبالذات كمان لما بتكون بتستخدم العربية بشكل يومي، ده هيفرق معاك جدا في معدل استهلاك البنزين، وهيفرق معاك كمان في قعدتك وراحتك قدام العربية أو وانت راكب العربية. العربية هنا المفروض ان معدل استهلاك البنزين الرسمي حوالي 6.7 لتر، وده معدل يعتبر معقول جدا، طبعا بيزيد او بيقل مع اسلوبك في القيادة، بتحرق ولا متحرقش، هل ماشي على طريق سريع او ماشي جوه المدينة، مشغل التكييف او لا. وده ياخدنا لنقطة التكييف بالمناسبة، العربية طبعا زي اي عربية يابانية التكييف فيها ممتاز جدا، وانا بكلمكم هنا على اختبار تكييف في درجة حرارة 43-42، فاحنا بنتكلم على تكييف فعليا ممتاز جدا في ادائه وفي استجابته. وطبعا زي ما قلت لكم واحنا بنتكلم في الكونسول الامامي ان هو بيجي دول زون او منطقتين منفصلتين هنا، بالاضافة لفتحات تكييف خلفية، وبيجي طبعا اوتوماتيك في جميع الفئات، لكن مش دول زون في جميع الفئات، بيبدأ من الفئة التانية بيبقى الدول زون. دي كده النقطة المتعلقة بمنظومة الحركة والأداء. تسارع العربية من 0% المفروض أن الرقم الرسمي بتاع العربية، مفيش رقم رسمي للعربية، لكن الناس بتتكلم في حوالي 12 ثانية، وأنا شايف أنه ده رقم لو حد بيدور على عربية عائلية زي ما اتفقنا واستخدام يومي هو رقم مناسب جدا. العربية أدائها رزين جدا جدا جدا، وبتديك التسارع اللي أنت عايزه في الوقت اللي أنت عايزه لو أنت عرفت تتعامل مع العربية بشكل مناسب ليها. تعالوا بقى نتنقل للنقطه اللي بعد كده والمتعلقه بالسسبنشن سيستم في العربيه. نظام التعليق في العربيه هنا الامامي بيجي ماكفيرسون والخلفي بيجي تورشن بيم، ولكن متوصلين الاثنين بجنوط 18 انش. طيب اخبار 18 انش ايه؟ لان في ناس كتير بتقلق من الجنط ال 18 انش. الحقيقه العربيه ممتازه جدا 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 على المنحنيات العنيفه. انا هاخد معاكم منحنى دلوقتي لحد ما عنيف، وتعالوا كده ناخده على سرعه ونشوف اخبار البادي جول بتاع العربيه ايه. حقيقه العربيه ده كده منحنى الى حد ما يعتبر عنيف شويه. البادي رول بتاع العربيه ثابت جدا بالمناسبه، واداؤه محترم جدا جدا جدا، يعني الديناميك او التصميم بتاع العربيه بيديك اداء محترم وثبات جامد جدا على العربيه، سواء ماشي على خط مستقيم وتسارع او ماشي على منحنيات. لكن يمكن انخفاض العربيه عن الارض او ارتفاع العربيه عن الارض، عفوا، العربيه منخفضه الى حد ما، فده ممكن يسبب ازمه للناس اللي عندها مشاكل في الطرق. لكن بشكل عام انا لحد النهارده الحمد لله ما قابلتناش مشكله متعلقه بالعربيه وهي واطيه، يعني مفيش مطب مثلا وقفني او عطلني او كده. لكن لو انت عندك مشكله في الطريق اللي انت بتمشي فيه يوميا متعلق بان العربيه تبقى واطيه، فممكن يعمل لك مشكله. لكن بشكل عام اداء السسبنشن سيستم ممتاز جدا، ما هوش ناشف قوي ولا طري قوي بشكل يضايق. القعده كمان جوه العربيه مريحه جدا، وبتديك احساس بان انت يعني ايه واخد راحتك، جسمك ممدود، ما انتش قاعد تنشن او مشدود على الكرسي. مع اداء السسبنشن سيستم انا واحد عندي مشكله في ظهري ومع ذلك قاعد مرتاح، يعني مشيت بالعربيه فترات طويله اكتر مثلا من 4-5 ساعات سواقه، ومع ذلك العربيه لا انا ببقى خارج مش حاسس ان انا متضايق تماما من موضوع السسبنشن سيستم او من القعده والديزاين بتاع الكراسي بتاعت العربيه. فالحقيقه السسبنشن سيستم متميز جدا. الجنط ال 18 اللي موجود هنا مش بيضايقش وما بيسمعش الدبدبه اللي موجوده في العربيه، وده هياخدنا لموضوع العزل اللي موجود هنا. العزل في العربيه سواء العزل بتاع الاصوات الخارجيه ما بيدخلكش غير الاصوات اللي انت فعلا تبقى محتاج تسمعها اثناء القياده، يعني ما بيعزلكش بشكل كامل عن المحيط الخارجي بتاعك، دي نقطه. النقطه الثانيه العزل جوه
الدول العربية انت ما بتسمعش نهائي ولا اي حاجة ليها علاقة بصوت الموتور او نقل الحركة والنقلات. النقلات سلسة جدا وسهلة جدا في التعامل مع المحرك وما تسمعش اي صوت للنقلات او بتحس بيها. وده طبعا بيرجع للعزل اللي موجود سواء عزل المحرك او عزل المقصورة الداخلية للركاب. والعزل الثالث اللي موجود عزل العربية عن الصوت بتاع بقى الاداء بتاع العربية من نفسه باستثناء فيها جزئية بسيطة وهي صوت الشكمان وانت بتتحرك لو انت بتقرص على العربية. يعني مثلا الصوت ده ممتاز جدا انا بحب اسمعه عن نفسي. ده بس الصوت اللي انت هتسمعه اللي هو بيديك احساس الاداء الرياضي. ما عدا ذلك عزل العربية متميز جدا. وكذلك التكييف اللي موجود في العربية. التكييف هنا انا بكلمكم عن تجربة تكييف في درجة حرارة 42-43 ومع ذلك التكييف هنا ممتاز جدا. وده المعهود من العربيات اليابانية بشكل عام اللي اختبرناه في هوندا واختبرناه كمان في تويوتا ودلوقتي بنختبره في مازدا. فالتكييف الياباني لا يعلى عليه بشكل عام. نتنقل بقى للنقطة اللي بعد كده والمتعلقة بعوامل السلامة والأمان. بالنسبة بقى لعوامل السلامة والأمان في العربية فهي أحد نقاط القوة اللي بتنافس بيهم العربية. هنا العربية فيها 7 إيرباك من الفئة الأولى للفئة الأخيرة، مفيش فيها أي اختلاف. عندنا 2 أمامي، 2 جانبي، و2 ستائري، وواحدة لركبة السائق. وده موجود زي ما قلت لكم من الفئة الأولى لحد الفئة الثالثة بالإضافة لفئة الهاتشباك الموجودة. طيب عندنا كمان عوامل سلامة وأمان متعلقة بأنظمة الفرامل الموجودة في العربية واللي برضو زي ما قلت لكم بتبتدي من الفئة الأولى مفيش فيها أي اختلاف. عندنا الاي بي اس والاي بي دي والتراكشن كنترول، عندنا الاي اس بي او نظام الاتزان الالكتروني، عندنا الهيل لانش اسيست او مساعد العربيه في الصعود للمرتفعات ومساعد العربيه في الهبوط من المرتفعات كمان، عندنا الاوتو هولد، عندنا فرامل الايد الكهربائيه. ففي مجموعه كبيره من انظمه الفرامل الموجوده هنا في العربيه بتساعدك بشكل كبير وموجوده بدايه من الفئه الاولى لحد الفئه الثالثه بالاضافه لفئه الهاتشباك. طيب الاختلاف بيحصل فين؟ الاختلاف بيحصل في بعض عوامل السلامه والامان المتعلقه بالمساعده في القياده زي مثلا اللينكي اسيست او الثبات على الحاره المروريه، زي مثلا التحذير الخروج من الحاره المروريه، زي مثلا تنبيه السائق في حاله الارهاق. ودي كلها موجوده في الفئه الثالثه مش موجوده في الفئه الاولى ولا الثانيه. واحد يعني العوامل اللي انا ما بعتبرهاش عوامل سلامه وامان قوي الحقيقه، بعتبرها يعني حاجات فيها شيء من الرفاهيه وما اعرفش لحد النهارده هل هي بتبقى اكتف او شغاله على الطرق المصريه ولا لا، لسه مش عارف. لكن بشكل عام عوامل السلامه والامان في العربيه هنا ممتازه بشكل عام. نقطة ان احنا بنتكلم على موضوع التسعير بتاع العربية، انا معاكم انه سعر العربية قد يكون ظالمها الى حد ما، لكن برضو بين قوسين ما ننساش ان العربية تأفيل وتصنيع واستيراد ياباني 100%، وده طبعا معناه جمارك مرتفعة وبالتالي بيأثر كمان بشكل كبير على سعر العربية. لكن هل في منافسين للعربية وهل في بدائل قد تكون افضل؟ طبعا في بدائل وفي منافسين ومنافسين نجحوا بشكل عام في السوق المصري. وطبعا يعني لو كان سعر العربيه اقل من كده كانت قدرت تنافس بشكل كبير وقدرت ان هي تحقق مبيعات مرتفعه، ولكن زي ما قلت لكم في عوامل كتير بتتحكم في موضوع سعر العربيه غير ان الوكيل بيحط سعر هو بيختاره. طيب في النهايه بشكركم جدا على متابعتكم ان شاء الله ونشوفكم في ريفيو وعربيه جديده. نشوفكم على خير، مع السلامه.